مظاهرات تخرج منذ 25 أكتوبر العام الماضي تطالب بالمدنية وتؤكد رفضها لأي اتفاق سياسي يعيد الشراكة مع المكون العسكري. مواكب اليوم تصدت لها القوات الأمنية بالمدرعات ثم تلاها الغاز المسيل للدموع، لكن ذلك لم يؤثر في إصرار المحتجين. يكون بس طريقنا واحد اللي هو المواكب أو أنواع حراكنا المواكب، عندنا عدة من أنواع الحراك، وهم أنه الإضراب السياسي والعصيان المدني والتتريس والمواكب، دي كلها من أنواع الحراك، ما بنجيب على الموكب ولا بنجيب على الاشتباك. الشغل بتاع الإضرابات السياسية اللي هتودي البلد للإضراب السياسي الكبير، إن شاء الله الإضراب حيبدأ يوم 24، حيكون إضراب ليوم واحد، وبعده إن شاء الله شغل حيكون متالي من مظاهرات لشغل سياسي يمشي البلد إن شاء الله. لم تتفق القوى المدنية حتى اللحظة على إعلان سياسي لتشكيل الحكومة المدنية، بينما تصر لجان المقاومة على المضي في خطة الضغط الميداني. المتفقون الوحيدون في الساحة السياسية السودانية الآن هما قوى اللآت الثلاث التي ترفض المشاركة مع العسكريين وترى أنه لا بد لهم من تسليم السلطة بشكل مباشر لحكومة مدنية مطلقة. صحيح الآن واضح أن العقمع والعزف حيحاول تغليل حدة هذه القوى، ولكن بالتأكيد هي انتحت منحى آخر وقالت أنها ستعود مرة أخرى إلى سلاح الإضرابات وإلى سلاح الاعتصامات، وهي جديرة بذلك خاصة وأن الفترة الفائتة كانت هنالك كثير من التمارين في هذا المنحى. سياسة الإنهاك يبدو أن الطرفين يتبعانها من خلال الاستمرار في التظاهر ومحاولات الاحتواء. هذه المظاهرة ما هي إلا استمرار لحملة ضغط ميداني متواصل منذ 10 أشهر بالتوازي مع مبادرات سياسية تسعى لاختراق المشهد الذي ظل يراوح مكانه رغم محاولات الوساطة المحلية والدولية. رشا رشيد، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.